السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم داخل وخارج الوطن، تحية مباركة عطرة وحلقة جديدة ومحور جديد نناقش اليوم في آخر مستجدات جبهات النضال والعزة والكرامة من مأرب الصمود والشموخ، هذه المحافظة الأبية التي كسرت خشم الحوثي وداست رؤوس تلك الميليشيات أو جحافل إيران في التراب. هذه المحافظة التي ترسم اليوم وكل يوم ملاحمة بطولية ضد المشروع الإيراني الذي دمر وقتل ونهب وسرق وارتكب جميع الحماقات بحق أبناء اليمن. هذه المحافظة التي بأبنائها وبجيشها وبرجالها نشمخ ونفرح ويعني يعتز كل يمني بذلك الصمود الأسطوري لكل القبائل، خصوصا قبائل مراد وقبائل مأرب بشكل عام. هذه المحافظة الأبية التي اليوم تعتبر ناموس، وكل أنظار اليمنيين سواء في الداخل والخارج إلى هذه المحافظة يحيون صمودهم وتضحياتهم، والتي من خلالها بإذن الله ستكون مفتاح لسعادة مؤسسات الدولة وسعادة الجمهورية. أذهب إلى فاصل ثم أعد استقبل اتصالاتكم حول هذا الموضوع، آخر مستجدات جبهات العزة والكرامة مأرب، صمود العبدية في أمام الميليشيات منذ عدة أسابيع، الصمت المخزي والمؤلم للمؤسسة الرئاسية وللحكومة مع الأسف والمجتمع الدولي إذا ما يتعرض له أيضا أبناء مأرب من انتهاكات وجرائم بحق الإنسانية. فاصل ثم أعود استقبل اتصالاتكم على منصة التيك توك وعلى أيضا البرامج الإيمو الدو البوتم الميكروسوفت والاتصالات الدولية المباشرة. ثم نعود. إذن كما قلنا لكم مشاهدينا الكرام، يعني صمدت مأرب رغم توقف معظم الجبهات، وكل يوم نتساءل يا جماعة حركوا الجبهات، يا حكومة حركي الجبهات، يا فخامة الرئيس باعتبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة اصدر بيان بإطلاق كافة الجبهات لاستعادة صنعاء. العام الثامن يكاد أن ينتهي أمام هذه المهزلة. الحكومة يعني لم تحرك حتى ساكن إلى الآن، لا حلت مشكلات الاقتصاد ولا حلت مشكلات الجبهات العسكرية ولا يعني أوجدت حتى محافظة محررة نموذج للدولة. الو مرحبا والمتصلين. الو السلام عليكم استاذ فارس، كيف حالك؟ مرحبا يا ابو طارق، من حين اليوم؟ والله على اساس ابا هني اولا والله نحيي ابناء مأرب ناموسنا. نعم. والصماد اللي على روسنا من فوق. نعم. وبالتهام عكاوة على روسنا من هب من فوق ابناء مأرب الشامخة. نعم. عبرك احيي. ارفعوا لنا الصوت يا شباب، ارفع الصوت سماعة. واصل عبر قناة اليمن اليوم أحيي الشعب المصري الشقيق قيادة وحكومة وشعبا. نعم. بمناسبة العاشر من رمضان اللي رفع رؤوس كل الأمة العربية والإسلامية نحييهم. نعم. وعلى رأسهم الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادات المصرية. ثانيا يا أخي أنا أقول اسمح لي بالله كلمة. تفضل، كل يوم نسمح لك مش اليوم يا أبو طارق. ايوه اقول اللي يستحق المدح بدون مماحكات وبدون مناكبات، اللي يستحق المدح هو المجلس التعاون الخليجي الاشقاء. نعم. دون استثناء ملوك وامراء واصحاب الجلاله والسمو وعلى راسهم المملكه العربيه السعوديه وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. نعم. ودوله الامارات الشقيقه. أنا أحب الإمارات الشقيقة وأشوف عندك، أرجع لليوتيوب الذي من بعض المتزلفين، أرجع لليوتيوب اسمع كلامي ما أقول من أول ما بدأ عبد الولي المذابي صوت الشعب، وأنا أثني على أبناء زايد ودولة الإمارات. نعم. أنا أنتقد الإمارات وأطالب الإمارات أن تفتح جبهة الحديدة. شكرا يا أبو طارق، هذه مهمة الحكومة وليس الدول يا أبو طارق، هذه مهمة الحكومة والرئيس. يا اخي الحكومه والرئيس احنا تحت البند السابع. اذا كنا تحت يعني يا ابو طارق، يا اما ان نقول معانا مسؤول اول اسمه رئيس الجمهوريه والحكومه، ولا نقول معبش معانا مسؤول الحكومه ذكي عادل لعدن الدكتور عبد الله. ايش يعني يعود شخص عادل لعدن؟ الحمد لله استبشروا خير ان شاء الله. ان شاء الله لا، لكن احنا بلاط الاشقاء الذين يقودون التحالف بالمال وبالسلاح وبالدم وبكل شيء. شكرا يا ابو طارق، تحيه لك. تفضلوا لي على منصه تيك توك ورحب بكم جميعا، تفضل عرفنا عليك يا حبيب. السلام عليكم، معك محمود. مرحبا يا محمود، تفضل. ما تعليقكم اليوم حول صمود مأرب الابيه ومنها وحصار العبديه في ظل صمت المجتمع الدولي وتغاضي الحكومه؟
صمودكم بالتوفيق إن شاء الله. بس يا أخي اليمن في وضع زفت يرثى لها المدمرة حالة وحالة. نعم. يعني أنت تتكلم لي على مأرب، تكلم لي على الشعب كامل بأكمله يعني متخلف، ما لا. في نظام صح. طيب يا محمود شوف، مأرب اليوم صمدت أمام الميليشيات هذه اللي كانت تقول ما تلهف مأرب أو تأكل مأرب في أسابيع، اليوم لها 4 أو 5 شهور صامدة. يعني ماذا لو تحركت الجبهة؟ لكن مش راضين، الحكومة مش راضية تستعيد صنعاء، ولا الرئيس نيته يعود إلى صنعاء. طيب والحل وضحية الشعب؟ الحل نجيب الرئيس الكوري تبع كوريا الشمالية، نجيبه ونحطه في اليمن. حياك الله. يحكم اليمن صح. شكرا يا محمود، تحية لك وهذا رأيك. خلينا نشوف مداخلات جديدة. لو مرحبا، تفضل أخي. تحية فخر اعتزاز لكل أولئك الأبطال الذين كل يوم سطروا ملاحم بطولية ترفع رأس اليمنيين. رحب اللي على منصات تيك توك، عرفنا عليك أخي. ألو مرحبا. أريد أن أوجه رسالتي إلى المذيع، فأقول بطل سخروا على الناس. شكرا شكرا يا حبيب، شكرا أشكرك. خلينا نشوف مداخلة جديدة. ألو مرحبا. ألو تفضل أخي، من معي؟ ألو ألو أيوه مرحبا يا أبو طارق، تفضل. وعليك السلام. قلنا يا هاشي نظم حروفي والبيان. نعم. من المسلسل حق عفاش الشيء، من الميليشيات كم قد أيدوا قتل عفاش، أيدوا 2000 عيد. نعم. أما الفساد لا فساد المفلسي في صالح في صالح إسرائيل منهم تستفيد. والله معذر من قضاها يا خوان، ونعيد مجد الحرية يرجع جديد. يرجع جديد. احنا رجال الصد، ما نكذب ولا ما نشعل النار في حطبها ولا حد. سلامتك. صح لسانك يا ابو طارق، تحيه لك اخي. ومصل جديد، الو مرحبا. الو، في اشكاليه في النت يا شباب ولا نمر؟ تفضل يا ابو علي. الو ايوه تفضل اخي. السلام عليكم. وعليك السلام. لحظه لحظه يا ابو علي، خليك على الخط معي، اتصال دولي. الو يا عزيزي، وش برنامج الليل؟ وش عنوان الحلقه؟ على مارب يا ابن مارب، يا محمد المهتدي على مارب وصمود مارب. صمود مارب يرفع الراس. وحصار العبدية، ايش اخبار العبدية يا محمد؟ حصار العبدية، حصار العبدية وين ما يسمى بالشرعية الذي بيدافع عليهم ابو طارق، عيب عليه النفاق. نعم. عيب عليه، ما عاد حد يحب عبد ربه وعلي العسل الا ابو طارق، الناس تتفهموا كل شيء. رأيه يا محمد، رأيه. خلينا في ابن مارب. بالله عليك، العبدية الصامدة هذا البتراء كلها، والآن يعني يبلتوها. شيء مؤسف. بأي ذنب قتلت؟ ليش يلعبوا على البلد؟ نعم. لا هم استفدوا لهم بالحوثي، يقولوا ادخل يا حوثي، ولا يكذبوا علينا أول شيء من أجل الدين ومن أجل كذا، لين الناس ورطوا على أنفسهم وضحوا بأولادهم إنهم من أجل الدين. وستظل صامدة يا محمد مارب. اليوم مارب يعني أمل اليمنيين، أمل اليمنيين وفخر اليمنيين، أمل اليمنيين والساحل بالمقدمة. نعم. كل الناس تسلموا، أمل الناس بالساحل. قريب قريب إن شاء الله. صبرك يا محمد، لا تكون مستعجلين. أقول لك من جعل جعل ومن عجب عجب، كل الناس معلقين أمالهم على الساحل ومحافظة مارب. نعم. شكرا يا محمد، تحية لك أخي. تفضل لي على تيك توك. ابو علي ولا من؟ السلام عليك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ابو علي معك. مرحبا، تفضل. لا اخي، رجاء خاص يا استاذ فارس، يا منعه بحق القبيله، بحق الدم اليمني، انك تفعل، لان انت اقرب لنا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يا اخي ارفعوا له دعوه على انه يوجه لعلي محسن والعبد ربه، على اساس يفعل لهم دوره ثقافيه في القياده وفي. نعم. كيف يعني قد علموا علي عبد الله صالح 20 سنه يا ابو علي، ما مش فايده تقريبا المدرسه. ما رضاش يتعلم، ما رضاش يتعلم يا اخي. اذا ما مش فايده، دخل مدارس عبد الله هذا هو متعلم، دخل المدرسه البريطانيه ما فلح، دخل مدرسه علي صالح ما فلح، دخل مدرسه الحزب الاشتراكي ما فلح، ولا عرفنا حتى والله، حتى عندما يدي خطابات ما احنا ندري ما هو بيتحاكي. نعم. مش تي مترجم، انه عاد يترجم لنا الى اللغه العربيه الفصحى.
ما احنا دارين ما هو وين هو ولا هو يفعل ولا وما هو داري يا اخي كيف وضع البلاد. نعم. ولا هو داري من اللي دخل للبلاد ومن هو اللي خرج ومن اللي مات ومن هو اللي عايش، ما هم حاجة يا اخي. القروش توصلهم لا داخل للفنادق وهم مريحين، والشعب اليمني والله قاعد يتميت جوع، ولا ويدور لك حق الغاز ويدور لك حق البر ويدور لك حق مدري ايش، والله وحالة الشعب في يعني حالة يا ابو علي يا اخي. احنا قلنا يا استاذ فارس دقيقة، يا استاذ فارس احنا نطالب بتشكيل مجلس عسكري، لازم ان القيادة الحكيمة تحت قيادة حكيمة بتشكيل مجلس عسكري خارج البلاد. من شكرا يا ابو علي. اما ان احنا بنجلس شرعية وبنجلس تحالف وبنجلس امم متحدة، والله لا احنا نخرج لا طريق ولا عشاي في اليمن. شكرا لك، شكرا لك. خلينا معنا مداخلة جديد، تفضلي يا اخ. عربي والحوثي عربي. الو الو تفضلي يا اخ. طيب عرفينا عليك، عرفينا عليك وادخلي. انا قريب لي سعودي. عرفينا عليك. طيب يا اخ اسمي اختك نوف نور، شدني الحوار صراحه. طيب تفضلي انت على الهواء يا نور. الحوثي مو بعربي؟ وين العروبه فيكم؟ انتم قاعدين تقتلون انفسكم بسبه ايران بسبه اشياء، وتحطونها على السيسي وعلى ما ادري مين السعوديه، وتحطونها على مجلس الامم المتحده. نعم. انا قريب لي عمره تو جايته بنت صغيره سعودي. نعم. وفى بسبه صاروخ جاء. اتقوا الله في انفسكم، اتفقوا مع بعض. الحوثي عربي ولا مو بعربي؟ انتم مو بعرب، اتفقوا مع بعض. طيب هذا كان ما عندي مش راضي والله يا نور لو كان عربي لما ارتكب هذه الجرائم بحق العروبه وبحق اليمنيين وبحق ابناء جلدته، يعني فتحنا مقابر. لازم انتم يمكن شياطينهم اتفقوا مع بعض. نعم. هيض النخوه فيهم، وين النخوه وين العرب؟ طيب هؤلاء ادوات صنعوا يا نور، هذول ادوات وجنود مجندين صنعوا للدمار والخراب. اسمعني اخوي انا بقول لك شيء، السعوديه ما تدخلت في حربكم في اليمن الا لما طلب الرئيس تبعكم. صحيح، ما حد منكر. طلع الحوثي وقال العاصمه الجايه مكه. صحيح صحيح، ما حد منكر يا نور. مشكلتكم ومعركتنا واحده، ومعركتنا واحده احنا والعرب مع الحوثي اليمني. نعم، معركتنا واحده نحن والعرب، القضاء على المشروع الايراني. اليوم الحوثي من هو؟ الحوثي مجرد بعبع، مجرد بوق من ابواب او اداه من ادواته. الحوثي عربي ولا مو بعربي؟ كان يمني، كان يمني وارتمى في احضان ايران. اهدى اخ فارس، خل نخاطب فيهم روح العروبه شوي. نعم. الى متى الحرب؟ كم واحد تقتل فيها؟ صحيح. طيب واصل، وجهي رسالتك للاباء للامهات. قريب لي تو جايته بنوته صغيره، ولد في عز شبابه في الجيش، امه ثكلته وبنته توا صغيره ربت من دون ولد، ايش ذنبه؟ حسبنا الله ونعم. جينا في الحقيقه والواقع، من راعي المشكله؟ نعم. الحوثي مو بيمني مو بعربي، وين روحه وين اصالته؟ طيب يا نور، يا اخت نور، في شيعه. طيب اسمعي طيب يا اخت نور، هل لديك امل او متوقعه انه هذه الميليشيات ستعود الى الصواب والى الحوار والى السلام؟ نعم ستعود الى الصواب. تدري ليش؟ ليش؟ لما يشوفون ان الايرانيين يتخلون عنهم، ولما يعرفون ان الايرانيين زي العراق لما تخلت عن العراق. شوف العراق الحين كيف. نعم. شوف العراقي الحين كيف، الشيعي العراقي كيف قاعد يشحف في سويسرا وقاعد يشحف ما ادري وين. طيب قودي لجنة حوار انت يا نور، قربت عمان، قربت الامم المتحده، قربت الكويت الشقيقه، ما نفع مع هذه الجماعات. الحين استلمي ملف الحوار انت يا نور وقربي، يمكن تنجحي. انا اخاطب الحوثيين العرب. نعم. اللي في قلبه نخوه، اختك مو بعربيه، بنتك مو بعربيه. نعم. انت مو برجل عربي، وين نخوتك؟ اخوك مو بيمني، انت كليت وشربت في ديره اليمن ولا لا؟ نعم. اتق الله في ديرتك، ايران استخدمتك زيك زي الشيعي اللي في العراق، تفجرك وبس. نعم. مخطط وبس، انت مالك قيمه الا تنفذ وبس. الجنه معك، مدري مين علي انتظرك، كله خرابيط. كان جاء الايراني، كان جابت الميليشيات حقتها وفجرت. نعم. انت قاعد تفجر في عيال ديرتك. يا ليت يعقلوا، يا ليت يعقلوا يا نور، يا ليت. كم مره في مجلس الامه مصابحه يدك لكن غدرت فيها. مخططات ايران لن تتم ابدا. نعم. شكرا يا نور. دمي اموت الى اخر اليوم عربيه، ولا اترك كلب ايراني يدخل الديار المسلمين. صح لسانك، شكرا جزيلا على هذه المعنويه يا نور. وهذا انا مرأة واخذتني النخوه على العرب، واخذتني النخوه على اليمنيين. ونعم فيك. الرجال وينهم؟ ونعم فيك يا نور. امراه واحده حركت الجيش قالت ما هو معتصمه. الحوثي مو بعربي، خاطبوهم في ذا الشيء. شكرا يا نور، ان شاء الله تصل رساله ان شاء الله.
شكرا جزيلا لك. تفضل يا ابو عبد الله. مساك الله بالخير يا اخبار. مساك بالنور النعيم. اولا يا اخوي بغيت حبيت اهني المنتخب اليوم. أيوة نعم. بيض الله وجهه. نعم بيض الله وجهه. نعم رجال واخذوا الثلاث نقاط. نعم هذا هو واحد. الثاني ابغي اشكر الاخ محمد المهتدي. نعم على اطراءاته وعلى بحثه وعلى برضه في الصميم. نعم. لبعض الناس احييك يا محمد وخليك مستمر ما عليك في البلاد الخرابيط حقهم. نعم. الشيء الثالث ابو طارق اليوم تغير علينا يقول لك الامارات اصحابنا واخواننا واهلنا وحبايبنا. من متى الكلام هذا؟ احنا البارحة امس يا اخوي. طيب ربما اقتنع عليهم ابو عبد الله الدنيا هكذا. اقتنع هذا يا ريت يقول انا اسف يعتذر. طيب وهذا هو اعتذار ايضا. الفيديو كده خلاص كده بيروح. الفيديو بيروح. ما عمره هو الأمانة ما عمره سب الإمارات ولا سب الخليج للأمانة يعني. وهذه شهادة لله. نعم أنت ما تشهد معنا فيديو كلامه واضح يعني. في فرق بين النقد والسب يا أبو عبد الله. أحيانا لا 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 اسمح لي شوية. نعم غريمنا الإمارات قال غريمنا الإمارات البارح ويخسي إذا كان غريم الإمارات. شكرا يا ابو عبد الله تحيه لك. سوت خير يا فارس. ما ننسي لاحد. اي واحد وقف مع اليمن لا يمكن ينساه اليمنيين يا ابو عبد الله. في كل يمني سوت خير. بيض الله وجههم. حررت وضحت عيالها عشان اليمن. بيض الله وجههم. ولا لها مصلحه في هالشيء. نعم. ما لها مصلحه يا فارس. شكرا يا ابو عبد الله. شكرا وصلت لك وحييك. تفضل لي على التيك توك عرفنا عليك يا حبيب. يا اخي العفو منك خلاص يا عم محمد شاركت الله يحفظك شاركت اطرح المقال لاخرين. تفضل اللي على تيك توك عرفنا عليك حبيبي. شكرا يا ابو مراد. ناصر الجهني حياك الله اخوي. ناصر يا مرحبا. طيب تفضل اخي. يا اخي انت تتكلم الان على صمود مارب. طيب والله الجبهات على وقوف الجبهات ولا جبهه لا تتحرك. ولذلك كل يوم نناشد واحنا ايش قلنا بدايه الحديث. طيب لماذا لم تتحرك الجبهات؟ ايش الاسباب؟ لا متى مارب تصمد لا متى؟ والله هذا سؤال يوجه لوزير الدفاع وللحكومه ولفخامه الرئيس ونائبه. يا الحكومه ضايعه ما فيش حكومه ضايعه حكومه هاربه. طيب ايش منتظر منها؟ طيب ما هو الحل يا عم ناصر؟ الحل والله ما بالله مجلس عسكري بقياده طارق عفاش. طيب يا اخي تحركوا تتحرك القبائل يعني في شرفاء وابطال اللي موجودين اللواء ابو حيبح اللواء بن عزيز صغير بن عزيز وش اختاروا نماذج من هذه القيادات الوطنيه من كل القوى. طيب انا معك. طيب تحركت في جبهه حميقان القبائل الجبهه الثانيه وقفت وهذه مشكله. شفت ما عاد احد مصدق الحكومه ما عاد احد بيثق فيهم خالص. من اللي بيثق فيهم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ايش شفتوا؟ ليش قاموا التحالف؟ طيب ليش عاد قاموا التحالف اذا منيتهم يستعيدوا صنعاء يا عم ناصر؟ ليش عاد ادخلوا البند اليمن تحت البند السابع؟ ليش عاد كل هذا الدمار والخراب والشهداء هؤلاء من كل الاطراف اليمنيين هؤلاء كله دم يمني؟ ما فيش رجال في الحكومه متخاذلين. ما فيش رجال في الحكومه متخاذلين بياعين ولا بريال. نعم والله ما يسوي جزمه عفاش بسم بالله الله يرحمه. شكرا يا عم ناصر تحيه لك. مع انه احيانا رجاء اختاروا الالفاظ حتى وان كان يا جماعه ننتقد خصومنا بشرف لا ننزل الى مستوى الأخلاق التي لا تليق بنا كيمني لأنه أحياناً السب أو الشتم أو المدح لا يزيد ولا ينقص من أحد. تفضل أخي اللي على تيك توك من معي. ألو خلنا نشوف وصل دولي. تفضل يا دكتورة يا مرحبا. السلام عليكم أخي فارس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أوجه التحية الكبيرة جداً للأخت نوف. نعم هذه البطلة قسما بالله قالت الشيء الذي في أنفسنا. على الجميع أن يعرف أنه عربي. فين النخوة العربية في قلوب الكل؟ نعم لازم الكلام والله العظيم بمليون ربل. هذه الإنسانة ورغم أنها مش يمنية سعودية ولكنها عربية. نعم حبيت أبعث لها الرسالة هذه وأقول كمان رسالة أخرى للفندم طارق. أنا أمس شفت في الفيديو في اليوتيوب وهو يبرر لماذا توقفت جبهة الحديدة ولا هذا. لا تبرر يا فندم طارق. اللي يشتي يصدق واللي ما يشتي يصدق لا يصدق. نعم أنت أمشي للأمام أنت صح ونحن بعدك. شكرا يا دكتورة.
شكرا جزيلا لك. انا باطل بقول له انت على باطل. شكرا وصلت الفكره وحيك. تفضل اللي عم نصت تيك توك. عرفنا عليك اخي. السلام عليك. وعليك السلام. من معك؟ محمد فاياني. محمد فاياني الفيجاني ولا التيجاني؟ باياني. باياني من حضرموت؟ لا لا من صنعاء. مرحب تفضل يا اخي. بالله يعني طبلوا العباشي رجع وطبلوا الحكام عباشي اخي خلاص 33 سنه مرت يعني. احنا اللي طبلنا يا اخي. يا 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 محمد طبل الحين تقول يعني لا 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 على القبائل انت تجمع الضارب يا اخي طاري خلاص. طيب هذا شخص قال رايه يعني قل له لا تقولش هذا الكلام بالله عليك. شخص مقتنع يا اخي لانكم لم تاتوا الناس يظل يذكروا صالح الى ان ياتي شخص باحسن ما اتى به صالح. لكن فتحتم المقابر والمتارس والدماء في كل شارع تقولوا الناس ليش يذكروا عفاش؟ لان عفاش حقنا الدم اليمني لانه قد المدرسه والكليه والجامعه والطريق والراتب الشهري والامن والاستقرار. انتم ماذا وجدتم؟ حزب الاصلاح له فتره طويله يعني ما جربناه ما نفع. حزب المؤتمر له فتره ما نفع. ما لنا الا ولا الانصار هذه الكلمة وهذه طيب. معروفة. طيب يا محمد لا. يا محمد ومعروف الأمن في صنعاء ومعروف الأمن في عدن ومعروف الأمن في أي منطقة صح لا لا يا أخي هذا رأيك. لكن قل لي ماذا فعلوا هؤلاء الأنصار اللي تحدث عنهم من مشاريع للوطن مش للمشرف مش لك مثلا مشروع وطني ما لا هو مشروعهم الوطني؟ لا لا حتى الحين ما في شيء قدهم. طيب كل شيء يعني كيف ما في شيء قدهم؟ ماشي في ما في يعني موارد في يدهم. ماشي موارد في يدهم. حياك الله حياك الله يا رجل. اذا كانت عائدات الاتصالات فقط فشهريا 10 مليار هذا عائدات الاتصالات. ناهيك عن عائدات البريد ناهيك عن عائدات الجمارك والضرائب. اخر تقرير لهم قبل عام لحظه اخر تقرير يقولوا انهم صرفوا على الجبهات حوالي 400 مليار هذه فقط فقط في سنه واحده. هذا تقرير كل سنه يطلع 400 و500 مليار يعني اين ذهبت هذه اين تذهب هذه كل الفلوس اللي منين دخلت نزلت من السماء؟ طيب اذا صرفوا على الجبهات مثل ما انتم تصرفوا على الجبهات مثل ما السعوديه تصرف على انت الجبهات. تقول ان ما فيش فلوس. انت تقول ما فيش فلوس ومع ولا معهم موانئ ولا معهم ما هم لانه احنا الحين في حاله حرب في حاله حرب في حاله هذا كلام فاضي يا محمد. طيب اللي في حاله حرب للشريعه راضي داخل صنعاء الارضيه ما قد في التاريخ ما وقع حرب ما يقع حرب تغلى الاراضي والبيوت اليوم من دخل الحواضر صنعاء الذي في حاله حرب اشتري اراضي وفلال. طيب لا تغالط لا تغالط اليس هذا الواقع يا محمد؟ طيب اذا الانصار مسكول يمن اين انتم من هذا الشيء؟ ليش ما تنتصرون؟ باقي الوقت الحساب صبرك لانهم انت عارف الحبل السري. انت عارف من الذي يسلم لهم الجبهات من اللي ياخذ السلاح من التحالف يسلم لهم. اسمعني نعم والله ما معنا انا واحد منكم ما معنا الا كذا في خلف الشاشات لكن هذاك رجال في الواقع. حياك الله في الواقع خلاص الايام 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 يقولوا دواره والزمن دوار عربي واصيل. حياك الله يا محمد رايك احترمه يا حبيب اشكرك. نحرر صنعاء من نحررها نحرر المناطق من نحررها. شكرا يا محمد شكرا يا محمد صبرك الصبر الدنيا دواره يا حبيب بالتوفيق. خلينا نشوف بنصلي ولا جديد. الو مرحبا تفضل يا عم محمد. محمد يا مخرج لحظة يا ابو نورة تفضل يا عم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا انا من قبل من قبل القناة الحرة هذه انادي لكل حر يمني انادي لكل حر في الجنوب وفي الشمال يدعموا محمد الانسي الدعم المارب الدعم المارب يا اخوان. نعم انا بطلب الدعم المعرف واطلب لو كان طارق محمد عبد الله صالح يسمعني الان ارجو قايه الرجاء ان هو يدف شيء من عنده من الساحل. رفضوا يا عم محمد رفضوا. ارسل وافد قبل عده شهور اول ما بدات الحمله على مارب واستقبلهم وزير الدفاع واستقبلهم رئيس هيئه الاركان وزير الدفاع قال عادوا بيدرس الموضوع رفضوا. يا حبيبي ما دام علي محسن وعندهم علي محسن والمقدشي محمد صلاح ايش تبغى انت ايش تبغى الان؟ نعم ايش تبغى؟ لكن المقدشي انا ما بدي اتوفق. المقدشي هذا اللي هو وزير الدفاع هو وزير مدريش يا اخي هو علي محسن هذا الذي نعم. محمد صلاح ايش اللي تبغوا يا جماعه الخير؟ نعم ستفرق يا اخي نبغى رئيسي حق تونس يكرس الصلاحيين. هذاك لما هذاك لما يكون معانا يعني رئيس موجود داخل البلد قادر يفعل خلاص يا اخي خلاص الان
الان نبغى مجلس عسكري خلاص يتحرك طارق محمد عبد الله صالح ويضرب بعرض الحاله اللي ورا خلاص يا اخي. شكرا يا محمد تحيه لك وصلت الفكره وحيك. استني يا اخي الله يجزاك خير. طيب يا اخي المساله خلاص عدى يعني طيح الكيل طيح الوضع خلاص يا اخوان. شكرا يا عم محمد تحيه لك وصلت الفكره وحيك. الو فارس انا اعتذر من دولة. خلي يا جماعه خلي اتصل دولي. الو السلام بكره عليك. يا عم طارق وعليك السلام من معي يا اخي؟ معك عيسى العماري. حياك يا اخ عيسى تفضل ايها الرفيق. اهلا وسهلا اخي فارس كيف الله يحييك كيف كل الموجودين ان شاء الله كلكم بخير وبصحه وعافيه ان شاء الله. انا من اول متابع اللايف وبشوف الناس اللي قاعده تطلع 10 مع الاصلاح و10 مع المؤتمر و10 مع الاشتراكي و10 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 وما الى ذلك. نعم. انا الكلام اللي راح اقوله لا انا لا انتمي لا لشخصيه ولا انتمي لا اي حزب. ونعم. اما انا انتمي الى اليمن الحبيب. نعم. ولكن الكلام هذا اللي راح اقوله بدل ما قاعدين كلكم بينكم البعض كل واحد يدي كلام على هوا خلونا كلنا تكون يدنا واحده ونصلح بلدنا. والله العظيم اذا انا وانت والموجودين ما حطينا يدنا بيد بعض نعم وصلحنا بلدنا ما حيجينا للسعودي ولا الخليجي ولا اي جنسيه ثانيه تصلح بلدنا. صحيح. فهمتني كيف؟ صحيح. هذا المعلومه هذا المعلومه اللي انا اريد اوصلها لكل يمني. انت تحب وطنك لا تقول ليش انا صلاحي وانا مؤتمر وانا 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 ما عاد فيش احزاب يا عيسى انتهت الاحزاب ويني ما عاد فيش احزاب هذه هي حزبيات هذه هي حزبيات. انت اذا كنت وطني شريف بتحب وطنك اللي هي وحده اليمن اليمن فقط. نعم. كونوا يد واحد وخلونا نصلح بلدنا. اليوم العالم العربي كله ينظر لنا نظرة ثانية لأن احنا قاعدين نكل بعض. يا ليت تسمعوا هذا الكلام يا عيسى يا ليت تسمعوا العقلاء. احنا احنا مع بعض احنا اليمنيين كل واحد اصبحنا آلات بيد الناس الخارجية تضربنا ببعض. مش كل الشعب يا عيسى الشعب فقط. ضحية. احنا انت تتحدث عن ادوات بعدد الاصابع بعدد اليد هؤلاء الذي يعني ذي مسمى قيادات الذي استلموا حكم البلد فرقوا البلد فرقوا الشعب. قاعد اوصل شوف لما نكون احنا يد واحده لا حيدرنا لليد الخارجيه ولا اليد الداخليه. صحيح. ولا الاصابع اللي تحكي عنهم لما نكون يد واحده. اما يجيك واحد يقول لك المؤتمر علي عبد الله صالح يسوالنا او الا الاصلاح يسوالنا. احنا تركنا علي عبد الله صالح وجينا عملنا ثوره. الثوره جات افسد من اللي كانوا. نعم. لا تقول لي شيء لا نذكرش علي عبد الله صالح وعلي والاشياء اللي سواها علي عبد الله صالح افضل من الاشياء اللي عايشينها في الواقع. نعم. اليوم اي يمني يقول يا ليت يرجع. ليش؟ لانه ما شفنا منكم خير اللي عملتوا الثوره والكل. صحيح. حسبنا الله ونعم الوكيل. فهمتني كيف؟ الواحد يتكلم بالمنطق. ستفرق يا عيسى. احنا نتمنى ان هذه المشاريع دائما تبدا فكره واذا وجدوا دائما اذا وجد من هؤلاء الشباب المستنيرين الذي يقول حزبنا اليمن وامنا اليمن وارضنا اليمن وقبلتنا اليمن. انا بالنسبه لي باستمرار بقول هذا حزب اليمن. انا عفوا على المقاطعه يا استاذ فارس ولكن بحكي لكل يمني من هذا المنبر والناس اللي قاعدين تشوفنا سواء في القنوات او على التواصل الاجتماعي بشكل عام. فهمتني؟ انه هذا الاشياء يا جماعتنا اليمنيين خلونا نكون يدنا واحده ونصلح بلدنا. نعم. ما حينفعكم للحزبيات ولا شكرا اي شيء. شكرا يا عيسى احييك. شكرا جزيلا لك وكل الحب والاحترام للجميع اللي موجود. شكرا جزيلا لك. خلونا نشوف متصل دولي جديد. وعليك السلام ورحمه الله. من معي يا اخي؟ اخي ابو خالد اريد اشارك في البرنامج. انت على الهواء يا ابو خالد تفضل. يا اخي تذكر علي عبد الله صالح الله يرحمه ويسكنه الجنه بعد المدمره طول يوم حق عدن قالوا من يتقدم علي سوف يشوفون نفسه. نعم. من هو الأمامي ميري ناشف كل هو الثاني غير مدني قال الشعب انقلب عليكم واستولوا على المدمرة وما حمل حملة. نعم. ولكن النار ما تفرق إلا رماد. لماذا علي عبد الله طارق صالح ما يقول إن الاتفاق الشوكولاتة هذا يقول كذبة يطبق علي الاتفاق اللي علينا احنا أما الحمد يهجم يا أبو خالد أنا أحييك على هذا الحماس يا أبو خالد. طيب اسمعني الله يحفظك. أنا أحييك على هذا الحماس لكن لا وجه للمقارنة. طيب اسمعني يا أبو خالد أنت قلت رأيك وأنا أحترم رأيك. يا أبو خالد طيب اسمعني يا حبيب الله يحفظك. يومها علي عبد الله صالح الله يرحمه كان القرار بيده وكان المسؤول الأول داخل البلد وقع شجاع واتخذ ذلك الموقف وغيرها من المواقف التي لا تعد ولا تحصى. العميد طارق نزل مقاومة وطنية متبرع وممكن يستشهد في أي لحظة. لكن للأسف أنا أرجو أن توصلوا رسائلكم لمن بيدهم من أوقفوا قبة الحديدة يا أبو خالد. ما أوقفها طارق.
طارق يريدون أن يكسر هذا الاتفاق بحيث أنه يدرجوه ضمن قائمة المعرقلين للتسوية السياسية والمخالفين للقرارات الدولية. هذه كلام ما يقبل العقل منه. صحيح يا أخي طارق، ولكن طارق أنا ما نكرك هذا المجهود، لكن طارق هو المسؤول المباشر على الأرض وهو المقاومة الوطنية يستعد بلاده. طيب لكن ليس القرار بيده، القرار بيد الرئيس والحكومة والمجتمع الدولي. أنا بالنسبة لي القرار منه موجود على وجه الأرض، هو القرار الذي يمتلك القرار الأول والأخير هو. طيب يخرج الشعب يا ابو خالد، يخرج الشعب يقول فوضناك. اسمعني اسمعني اسمعني، اكثر يا ابو خالد يقولون ما اسهل الحرب امام المتفرقين. دحين اقل حاجه ما هي الشرعيه الدستوريه اللي ممكن ان يتجاوز بها طارق هذا الاتفاق ويكسر هذا الاتفاق الا اذا وجد خرج الشعب في المناطق المحرره في تعز وفي المناطق الحديده. مع المتفرقين والله ان احنا مشاركين في كل لحظه وفي كل موقع وفي كل بيض الله وجهكم. احنا دائما يا ابو خالد الذين في الجبهات. طيب اسمعني يا ابو خالد، احنا مش خصومنا اللي في الجبهات، الذي في الجبهات سواء كان من الاصلاح من الانتقالي من الاشتراكي من الناصري يمني، هذا نقبل قدمه مش راسه بس، نقبل قدمه لانه قد يؤدي واجبه وزياده. بيض الله وجهه. نحن نتحدث عندما ننتقد، ننتقد تجار الحرب الذي جالسين بالفنادق، اما اللي في الخنادق هذا يمثلني ويمثلك ويمثل كل يمني حر. شكرا يا ابو خالد، فصل من عندك، تحيه لك اخي. خلنا نشوف مداخلات قليله ورحبوا اللي على تيك توك. الو مرحبا. تفضل اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا لحظه لحظه يا حبيب لحظه. الو ورحب. الو من هذا يا خشرف؟ لحظة لحظة خليك على الخط يا حبيب، خلاص فصل. طيب عرفنا عليك اللي على تيك توك، عرفنا عليك. اسمي علي نوير يا أستاذ فارس، ولو قاطعتك من كلامك، كلامك غلط. تفضل تفضل قول رأيك. لو جلسنا الشعب لو جلس متحزب والشعب كل واحد يقتل الثاني، نعم هذا غلط. ضروري الشعب كامل يتجه إلى البيوت، يتجه إلى الهجرة، يفكوا الجبهات، يفكون عشان يرجعوا إلى طاولة الحوار. كل السياسيين يرجعوا إلى طاولة الحوار. ما دام الشعب سياسي فإن البلد ليس ما بتصبر أبدا أبدا. نعم. لأن السياسة عنصرية يا أستاذ فارس. طيب يا علي. عشان سياسة. طيب يا علي الله يحفظك، أنت الآن تقولني ما لم أقل. إحنا قلنا حزبنا اليمن وكل الأحزاب دوسوها جميعا تحت أقدامكم وخلوا حزبنا اليمن يا أخي، وكل واحد يأخذ بندقة واتجه الجبهة. إيش المانع؟ ما دام إحنا نحب اليمن وحزبنا اليمن، كل واحد يروح بيته. ولا يهاجر يصير يطلب الله، لكن ما دام يجلس في الجبهة بيجلس الشعب يقتل كل يوم، يقتل ما بيخضعوا إلى طاولة الحوار. ما دام عدبه حطب الحرب، حطب الحرب والشعب. ستفرق يا علي، ستفرق إن شاء الله. خليك متفائل، وأنت تعرف إنه هذه ميليشيات لا تؤمن إلا بحوار ولا تؤمن إلا بسلام ولا أخذها بالقوة لا يعد إلا بالقوة. خلاص انتهينا. لو كانت ما في شيء هكذا. إذا ذي الحين كلهم روحوا من الجبهات، من أين بايق على محاربين؟ يا علي الرجل يا اخي الرجل يدفع باطفال ما يهمش بشر، عنده فقاسة بيض تفقس وعمل له دورة تثقيفية وغسل بخ ووداها ورجعها بصندق. هذه رسالتي الى اولياء الامور، ما داموا معاهم اطفال ومعاهم عيال صغار معاهم مراهقين، يا انه يسفرها الخارج ولا اي مكان، حتى الصومال يسفره. شكرا يا علي. شكرا لك اخي. شكرا يا علي، تحية لك. شكرا جزيلا. الو السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله، من معي أخي؟ معك صالح بن صالح من يافع. مرحب يا ابن يافع، مرحب. ونعم فيكم، تحياتي لأستاذ فارس وقناة يمن اليوم جميعا. الله يحييك. الله يستر عليكم. واصل يا يافعي. طلعوا اسمه يا شباب صالح اليافعي. ألو واصل. نعم. مارب ما تقول في حقهم، مارب يعني قبائل ورجال ومقاتلين، تمام؟ نعم. اسمعني. أيوة سامعك، واصل. واصل يا عم صالح. أقول لك وأكثر المقاتلين الآن اللي بيقاتلوا هم من أبناء القبائل، الجيش، الجيش الله يرحمه الجيش المقدسي ما واحد ولا شيء. نعم. تمام. الجيل يعني بيحشدوهم بلا حضرموت ولا منطقة شغور عبيان، تمام؟ بالله عليك وين العدو الأول؟ هو العدو الأول الحوثي ولا أسحاب؟ شكرا يا عم صالح، أحييك وصلت فكرتك. تفضل على التيك توك، عرفنا عليك أخي. السلام عليكم ورحمة الله. حياك يا عم طلال، تفضل.
أخي فارس أسعد الله مساءكم جميعا أنتم متابعين في الكرام وإياك. أدين يا أخي وأستنكر ما حصل لأخي وصديقي الدكتور عاطف الحرازي. نعم. نفس النقطة الذي تم قتل عبد الملك السنباني اليوم يقتلونه بطريقة وحشة. حسب ما هي الأسباب يا أبناء الجنوب؟ ما هي الأسباب يا أبناء الجنوب تقتلون دكتور يعني راح عدن يشتري سيارة ويعني يتم نهبه يعني يتم نهب ممتلكاته؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب أن تعتقلون مذيعه معروفة ما يلعبش مع طاقمها؟ لماذا الأسباب يا أبناء الجنوب؟ ما هي الأسباب الذي يعني فعلناها يا أبناء الجنوب؟ أنتم عايشين في صنعاء معنا في إب في الحديدة يكون الرد قاسي يعني لماذا يعني تتعاملون مع أبناء الشمال بهذه الطريقة؟ ما هي الهدف من القتل والاقتطاف هذه الاقتتال يا أخي حصل أمس قتلوا دكتور حسب يعني الله راح عدم يشتري سيارة اسمه عاطف الحرازي يعني شغال في إب نعم. معروف دكتور يعني لماذا الأسباب يا أخي فارس؟ لماذا لا نتكلم عن هذا الشيء؟ شيء مؤسف والله أنا ما سمعت الآن من نفسي على حكومة عدن توضح لنا الأسباب. صحيح. أنتم عايشين وسطنا في صنعاء في الحديدة في إب لا نريد أن ندخل في مهاترات معكم لا نريد أن كل أخ يقتل أخاه. إذا لم توضحوا لنا ما هي الأسباب اختطاف المذيعة وقتل الدكتور خالد إن شاء الله صار رسالتك يا طلال وأمننا في السلطة المحلية في عدن. يا أخي حتى المذيعة يا أخي مذيعة متألقة يتم اختطافها مع برنامجها هذا يصلح يا أخي يا لا 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 الجنوب ولا أي قناة نحن ضد التعسف بحق أي قناة ولو كانوا ولو حتى خصومنا. الإعلام يظل إعلام سلطة رابعة والذي واجه الحقة بالحقة. قتلوه بطريقة وحشة يا أخي أنت علمت بهذا الشيء يا أخي فارس. لا لا ما سمعت إلا منك الآن للأسف. كم بنسمع قد من كثرة الجرائم كم واحد بيتابع يا طلال البلد نفس القتلة يا أخي نفس قتلة عبد الملك السنباني يعودوها مرة أخرى. شكرا يا طلال شكرا يا طلال إن شاء الله رسالتك تصل يا حبيبي. أتمنى أن الرسالة توصل توصل لحكومة عدن. احزموا أموركم يا أبناء الجنوب عاملونا مثل ما نعاملكم في صنعاء والحديدة وإب. شكرا يا طلال شكرا يا طلال تحية لك. شكرا تفضل أخي عرفنا عليك. السلام عليك يا أستاذ فارس. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. متابعيك ومستمعين وحييك عرفنا عليك. أنا ما عندي سوى الدعاء إلى أهل اليمن بالاستقرار والأمان. عرفنا عليك يا حبيب. طيب وأحب أقول أن للأخت نور اللي كانت من السعودية. طيب عرفنا عليك الله يحفظك يطلع اسمك على الشاشة. تقولون لا يصيرون مثل العراق اللي احتلتها الإيران. طيب أنت سامعني يا حبيب أنت سامعني ولا لا؟ 5000 سعودي سامعك إن شاء الله سامع. طيب عرفنا عليك 5000 سعودي علي الإبراهيمي النخعي. إبراهيم طيب واصل يا إبراهيم تفضل. من العراق. مرحب يا ابن العراق تفضل واصل. طيب يا ابراهيم تروا نفسهم في العراق وما زال هناك في السجون العراقيه سعوديين مسكوهم قبل لا يفجرون انفسهم. اي تفهم من التحالف صار له 7 سنوات أو 8 سنوات في اليمن ما هو دورهم بس قتل وطيران واذيه الشعب. وانا اتمنى من الشعب اليمني يتبقوا بيناتهم ويصلحوا حالهم ومن عليهم الله بالامن والاستقرار بس ما يدخل احد في شؤونه. نعم. لا ما شفت انا عراق يتدخل في شؤون السعوديه او الامارات او قطر وما شفت يمن يتدخل في شؤون السعوديه. اتمنى من اخواننا اليمنيين ان يحلون مشاكلهم بيناتهم ويستقرون والله هذا اللي اتمناه. الله شاهد علي. شكرا جزيلا لك يا علي تحيه لك اخي. حياك الله. خلونا نشوف مداخله جديده. الو مرحبا. الو تفضل لي على تيك توك الرجال الوقت داهمنا من دقيقة لو سمحتوا. ألو تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من معي يا أخي؟ الله يحفظك. معك علي التهامي. مرحب يا علي. أيوة بي تحية أولا للمقاتلين في الساحل الغربي. نعم. وعلى رأسهم طارق عفاش. نعم. وتحية لدول التحالف الإمارات والسعودية. نعم. وتحية لكل المقاتلين في الساحل الغربي وفي كل مكان. نعم. واصل. الله يحفظك. شكرا يا علي. وصلت فكرتك. الله يجزيك خير. أقول لك أن نتمنى من الإخوة. واصل طيب. واصل. التمييز بين السلفيين والإصلاحيين لما يط.
السلفيون رجال على رؤوسنا، السلفيون رجال عقيدة ومقاتلين وهم مدافعين عن الصحابة وعن أمهات المؤمنين واليمنيين، يعرفوا هذا الكلام يا عم علي. الله يجزي خير، بعضهم لا يفرق بين السلفي والإصلاحي، يقول أصحاب الدقون أصحاب مدري إيش، حتى أهل المؤمنين الشيعة هذين الروافض عندهم لحى. نعم، الدين ليس باللحية يا علي، الدين ليس باللحية في الأخير. نعم. العقيدة شيء واللحية شيء آخر، الإسلام والدين لا يقاس. نعم، لا يقاس. نعم نعم نعم، الله يجزي خير. والله اللي حبيت أوضحه بس أن الناس تميز بين هذا، مش كل أي واحد عنده لحية في إصلاحي. شكرا يا علي، أحييك. ولا إصلاحي أيضا يمني، وإحنا نتحدث دائما يا جماعة. نعم. لا نفرق بين هذا أو ذاك، يعلم الله إحنا لا نشجع على الدماء ولا نشجع على البغض ولا على الحقد، هذه ليست مشاريعنا، هذه مشاريع الجماعات المضطرفة. يا رب لا كلام فارغ. أهلاً سمع. أهلاً بالولي، وينك مغيب؟ السلام عليكم. لحظة اللي على التيك توك، لحظة. وعليك السلام، مرحبا يا أبو زعفران. مالك ما تجاوبش، اتصل أربع أيام اتصل ما رضاش. والله يا أخي ظهر، وذلك استقبلوك الناس. اسمعني يا فارس. نعم. عدة مرات كلمتك، هذه المحطة ما فتحتوها إلا مشان تبيضوا وجه ولا عفاش، والله ما فيها أي حدا. الله يرحمه، الله يرحمه، يرحم كل الشهداء يا أبو زعفران. تكلم. بعد ما الناس اللي ولا لسعيد صنعاء خذها لزمانها بزعفران، ولا لسعيد صنعاء غير رجال عفاش وانصار عفاش. وصبرك العرب عارف اللي تكلموا، احنا عارفين انكم ما تراهنوا على اصحاب العسل والحب السوداء، متفقين معهم. والثاني قل لك يا يمنيين اتحدوا ل 4 ديسمبر و 4 ما تحكموها ولا ترجع. شكرا يا ابو زعفران، شكرا لك. تفضل اللي على التيك توك، عرفنا عليك اخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. من؟ عبد الله من فلسطين. ورحب يا ابن فلسطين، يا هلا فيك. بدنا نعطي تحيه للشعب اليمني. وحييك، تفضل. وبدنا نقول لهم دم المسلم على المسلم حرام. نعم. الجنوب والشمال الاخوان. نعم، وان شاء الله خير. ايش اخبار فلسطين يا عبد الله؟ والله بتسلم عليك. عليك وعليها السلام والتحية حبيبي. تسلم. أشكرك من كل قلبي وباسم كل اليمنيين يا وتحياتنا للشعب الفلسطيني الشقيق. حبيبي تشرفنا. شكرا يا عبد الله، والمنبر منبرك والبرنامج برنامجك في أي لحظة موجودين ومنتابع. الله يحييك، شكرا جزيلا أخي. حبيبي باقي معنا وقت يا شباب، صحيح؟ طيب تفضلوا، خلونا نشوف آخر المداخلات. ألو مرحبا. ألو الو نعم تفضل اخي. كيف حالك اخي فارس؟ مرحب، عرفنا عليك. محمد نعمان الحديده. مرحب يا محمد، تفضل. يا اخي ليش ما ينهوا الحرب ونتبع حزب واحد كيمنيين نضرب يعني يد واحد نتحد يد واحد، ما القاعد اللي حيمسك احنا ونصلح بلادنا ونعيش فيها يا اخي، احنا تعبنا خلاص. والله يا محمد دائما لكل فتنة لها حل، ولكل مشكلة أيضا لها حل، ولكل قضية لها رجالها. الصبر يا محمد، لا نكون يائسين ولا محبطين، دحين معنا كثير خصوم مع اليمنيين. يا أخي والله ما أدري أنا أتبع أي حزب يعني. لا ولا تتبع أي حزب، استفتي قلبك يا محمد. النبي قال لكل مؤمن استفتي قلبك، والحلال بين والحرام بين، والذي يحب الوطن هو حزبه. يا أخي سيبنا لو تكلمنا مع سعوديين أو مع غيرهم يعني صراحة يقول لك حكومتكم فاشلة، حكومتكم سارقة، ما عندكم حاكم. طيب كلهم اطردوهم من الفنادق، ليش يضلوا رجعوهم الخنادق؟ يا أخي نبغى نروح أنا وياهم، نبغى نروح اليمن أنا وياهم، نبغى إيش؟ نعم. نبغى نضرب بيد واحدة. صبرك يا محمد، إن شاء الله ستفرق. وحييك، تفضل. يا الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. تفضل أخي اللي موجود الثاني، عرفنا عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، من؟ اولا احيي قناه اليمن اليوم، قناه كل اليمنيين، القناه الحره الذي تبث فينا الروح المعنويه والروح الوطنيه. محيي. والذي هي ملاذنا لاخراج ما في قلوبنا. طيب عرفنا عليك يا حبيب. مالك الحجري من المملكه العربيه السعوديه. احييك يا مالك، تفضل. اولا اقول على الطريد علي محسن والفار عبد الرب منصور، هذه الفارين في فنادق الرياض، العوده الى وطنهم وقياده المعركه من ارض الواقع وليس من الفنادق. نعم. وتحيه الى رجال الخنادق الذين يخوضون معاركهم الحره امام هذه امام فلول الارهاب وفلول الامامه. نعم. الذي تحاول اغصاب الشعب اليمني واقصائه من حقوقه.
ثالثا أقول رحمة الله على علي عبد الله صالح يوم يولد ويوم يبعث حيا، الرجل والوطني الذي بعث فينا روح المعنوية والحياة. لقد كنا خلال 33 سنة عايشين في نعمة ونعيم. نعم. لما جاءه بعيال الكلب. لا 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 لا, لا الله يحفظك، الله يحفظك يا ملك، لا تظلم الكلاب، الكلاب من عادتها الوفاء، ولا داعي للسب والشتم. يا أخي هودا رجع يا أستاذ فارس، هودا رجعونا ألف سنة للأخر، هودا كرهوا اليمنيين عيشتهم، لم تصبح لنا قيمة في أي دولة. نعم ستفرق يا ملك، ستفرق إن شاء الله. تفرج إن شاء الله وتتحرر اليمن ونرجع دولة مثل ما كنا سابقا إن شاء الله. شكرا لك يا مالك، تحية لك أخي العزيز، يلا مع السلامة وحي حماسك. لكن أيضا اختاروا الألفاظ آخر متصلين، تفضل اللي موجود على تيك توك. من معي يا أخي؟ ألو ألو، رحب عليك. السلام عليكم. وعليك السلام، كيف حالك؟ تمام حياك، عرفنا عليك يا غالي. فارس الصلاحي. طيب عرفنا عليك يا حبيب، إيش اسمك؟ فارس الصلاحي. طيب ارحب يا فارس، هات ما في راسك. يا اهلين فيك والله بس حبيت اسلم عليكم بس. احييك ولك السلام والتحيه، شكرا جزيلا لك. لحظه يا حبيب، لحظه خلينا اخر متصلين نحلله. اخر متصلين يا اخي شرف، ما في مشكله، دقيق اقل من دقيقه. تفضل قدر هذا نص ساعه مطالب. الو تفضل. الو هلا مساء الخير، حياك، نص دقيقه معاك، انا في نهايه الوقت، تفضل عرفنا عليك. طيب ما عندك اي مشكله، معك صالح حسن الجابري. تفضل يا جابري. يا اخي انتوا تطالبوا في مدري ايش، في مجلس عسكري وفي وفي وفي. نعم. اولا ما هو جاي لكم مجلس عسكري ومعنا رؤساء برا اليمن، هذا اول حاجه. نعم. ثاني شيء، المفروض على قولتكم تمثيل المجلس العسكري يكون في الجمهوريه اليمنيه. نعم، هذا أول شيء. أكيد. التحرك في الجبهات. طيب وإحنا إيش قلنا يا عم صالح؟ أنت متكين، ما لحقت الحديث. إحنا قلنا يختاروا اللواء صالح بحيبح، اللواء بحيبح الذي قدم 4 شهداء من أبنائه، وصغير بن عزيز أكثر من 20 شهيد من أسرته وإلى أبنائه، يختاروا من كل القوى الموجودة على الأرض. إحنا نقول. إيش المعنى؟ هذا صح، يختاروا من كل القوى الموجودة على الأرض ويشكلوا مجلس عسكري حقيقي، يتحركوا تحرك حقيقي، ما هو 7 سنوات أو 8 سنوات. شكرا يا صالح، في داخل. شكرا للمعذر على المقاطعه، من فاتوا المشاهده مشاهده لكن في العادة 12:30 بعد منتصف الليل، او تزوروا موقعنا على اليوتيوب. لا يأس في قاموس اليمنيين، لا يأس، لا احباط، لا انكسار، لا انهزام. دمتم ودام الوطن بألف خير، الى اللقاء.